لا ينتبه الكثيرون لقيام ما يسمى والي العيون المحتلة عبد السلام اثمرت وعددا كبير من ضباط الأجهزة المغربية عسكرية افتتاح مقر خاص بمراقبة المدينة بالكاميرات. وقد لا يدقق عامة الناس الموضوع وخلفيته ومن يقف خلفه. هنا لابد من أشير أن المقر الذي تم افتتاحه قرب مقر ولاية الأمن هو مكان خاص بمراقبة والتجسس وتتبع كل صغيرة وكبيرة داخل المدينة وبإشراف من خبراء إسرائيليين. كيف ذلك؟ يمكن القول إن نظام عين الصقر الإسرائيلي دخل العيون المحتلة وسيتم نشره في كل المدن المحتلة، وهو نظام استعملت دولة الإمارات قبل سنوات لمراقبة مواطنيها، ولكن بدرجة أكبر حماية المنشآت الاقتصادية خاصة مع ورود معلومات أمنية للمخابرات الإسرائيلية تفيد بتنفيذ عمليات في العمق واستهداف أبو ظبي. نظام عين الصقر هو عبارة عن نشر آلاف الكاميرات عالية الدقة في كل نقطة من المدينة وربطها بنظام يوجد في غرفة التحكم التي تحتوي واجهة إلكترونية تحقق التحليل الذكي وإرسال تنبيهات محددة عن وجود خطر معين. مراقبة الصحراويين من خلال بصمة العين كان لافتا انتشر لمقدميه أتباع المخابرات المغربية في شوارع وأزقة المدن المحتلة ليخبروا المواطنين أن عليهم التوجه للإدارات قصد تجديد التغطية الصحية، وعند توجه الفرد للإدارة المخصصة لهذا الغرض يجد أن من بين الإجراءات تصوير الوجه للحصول على بصمة العين التي يتم تحويلها مباشرة لقاعدة البيانات، وعند تواجد هذا الفرد في الشارع يتم تتبع تحركاته بسهولة كبيرة والتعرف عليه في مدة لا تتجاوز الثانية والنصف. ولتسهيل الشرح نعطي مثال، نقول أن شخص اسمه محمود يعتبر مناضلا وتحركاته تثير القلق بالنسبة لاحتلال بالعيون المحتلة. عندما يكون محمود متواجدا في شارع مكة يوم العيد مثلا ورغم أنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله، هذا النوع من الجهل والقبائل اللي واقع الكوي بكي. أنا خالقة مرة تميت ماشي في مارك واخذ من مدريد قايس فيتوريا إلين خسرت بيا وته في تونيل، لا تحت تونيل راهو جاي تل مدريد بشي 80 كيلو على طريق العاون منين تليت بس تشارك وتليت تنقض تكلم لي بوغ الفوق قال لي لا تقض دير قال لي الرباعي لا تقض خرس كان يشوفه قال لي لا تخرس قال لي انا قال لي راني في برشلونة هذا مراقبة الطرق هذا مراقبة الطرق يا 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 قوم زعقبوط يا قوم فضمة هذه مراقبة الطرق في العالم بأسره وجزء تعتبر حضارة وتطور تكنولوجي في العالم بأسره كاميرات الطرق والرادارات لأمن ضمان أمن وسلامة المواطن يا قوم فضمة هذا راكم هذا ريكت يا الخلق مخابرات دخلت مخابرات إسرائيلية والسيطرة على مدينة مدينة صافي صحراويين هنا تياها يصبحوا بكري بيحيى المغرب ويباتوا يرقدوا بيحيى المغرب ما ذا الواحد فيه انتم ما واحد فيه حد الناس كلها تلوذ لمصلحته ومستقروا هاني يا قوم زعطبوط ولا قوم فضمة أنا كل مرة جايبين في الشريط أخلف من فم عر هذا نوع من التطور وهذا باد على جميع المدن المغربية هذه التكنولوجيا كيف انها دخلت المغرب وداخل جميع المدن المغربية دار البيضاء في قادير في مراكش في الرباط في قنيطرة تطوان فاس مكناس في العيون ولا يتعود في الداخل ولا يتعود في كل بلد هذا نوع من, 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 من هذا هو في العالم هذه أوروبا كاملة إسبانيا ما تطرح فيها كراعك ما يرعوا في الكاميرات
هذا في إطار أمن المواطن، أمن المواطن. السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم الحبيب، مساءكم سعيد. مرحبتي الفاضل، الفاضل هذا قام ما قال خي عندنا موش هذا أخباره اللي ما خارج خيمتين ما منصوبين عليهم الكاميرات في بلاد في العالم. ماك شوط هذا مال ما الله عنك، خارج من كبدة شو وشني، ما عنده الكاميرات، ما عليه كاميرا وكاميرات المراقبة الأمن، ومخارج المدن عليها رادارات. ماك شوط هذا ما تأخذوا على جهة زايد السرعة، ما جو موقفين كان من الطرق هذا الرادار ذا في بلاده كامل، الناس عاد مجمعة كاملة في بلاده. وأنا بعد نذكر ملي نفس الرواية اللي وقعت لك أنت، لا هم قاودوا اعتداء تم إكساء على 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 صاحب عندي، كنا في جنيف، هذا اسمها قاعة باطل ساحة الأمم المتحدة، وقع فهم عندها كارفور اللي فهم، والشكوى قدمناها الشورى محطة القطار أقار كورنفا، والشرطة عندهم الحادثة كاملة قدامهم على الشاشة.